شايف من وجهة نظرك مين الفنان اللي من ضمن زمايلك بيلعب كرة حلوة قوي؟ احمد داود حريف، سلام حريف، لا في كتير، احمد السقا حريف، محمد حماقي، في ناس كتير يعني. جمعتكم ماتشات قبل كده كده وديه؟ انا وداود وسلام اصلا دفعه واحده من زمان جدا جدا، من وقت من ورشه مركز الابداع الفني لما كنا بندرس الاوبرا مع بعض. صحيح. فلعبنا كتير جدا مع بعض يعني. اتدربت على الكوره مش العاديه بقى في فوي 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 الكوره؟ لا الكوره الموضوع مختلف. طبعاً. في اكيد حد جه يدربك واهلك لا. للمرحله دي؟ لا ما حصلش، بس انا لانه الموضوع عندي انا شخصيا وعشان اكون صريح معاكي ما لقيتش صعوبه في التعامل بالكوره. انا الصعوبه عندي في اني اعمل ده وانا مش شايف او وانا مغمض عيني، لانه هي اللعبه كده. فانا عندي باك جراوند وبلعب كوره، فده بالنسبه لي يعني somehow كان التحدي في انك الشكل يبقى عامل ازاي وانت بتلعب بالكوره، شكل اللعب، لانه جريه مختلفه، احساسك بالكوره مختلف، انت مش شايفه، انت بتسمعي الجرس وبتحسي وسنسك هو اللي ماشي، فاهمه قصدي؟ ايوه. فده بيخليكي غصب عنك يبقى شكل جسمك مختلف. اكيد. انت حتى كان الريتم بتاع البادي لانجوج بتاعك مش اللي هو كده، كان اكتريته كان انت وانت شايفه حقيقي بتبقي فعلا، بتبقي عارفه انت مخليه بالك من ايه وشايفه لو مشيت هنا هخبط فمش هعمل. لكن وانت مش شايفه جسمك الارت جدا جدا. صح صح. مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك وبالتوفيق ان شاء الله. استميلي. وانا عارفه ان الخطوه اللي بعد فوي 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 مش هتبقى سهله ابدا في السينما. ربنا يكرم. طبعا. ولكن ان شاء الله يبقى احسن شاء الله. من فوي فوي فوي. يا رب. اكيد ان يا شاء رب. الله يا رب.